بسم الله أبو اليمنى روح القدس إلى الواحد أمين. سفر الرؤيا صحة ثلاثة بركاته أجمعين أمين. وأكتب من الملائكة الكنيسة التي في لدفية هذا يقول القدوس الحق الذي له مفاتيح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. أنا عارف أعمالك، هانذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولن تنكر اسمي لإلهنا الميد لابد أمين. كلمة جميلة قالها ربنا لأحد الخدام في سفر الرؤيا وفي القرن الأول، قال له أنا عارف أعمالك وقد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه. كلمة دي عايزين يعني تنطبق علينا كلنا أو ياخدها كل واحد لنفسه. أنا جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه، يعني الكلام مش بيكون للخادم الفلان في القرن الأول، ولكن لنا كلنا عايزين نعرف إيه الأبواب المفتوحة اللي ربنا عايزه أن يفتحها لنا. يعني مثلا احنا بنخبط على ابواب كثيره، واغلبنا بيشوف في ابواب كثيره مفتوحه وبصر الانسان ان يدخل من الباب ده، ولكن ربنا بيقول له حبيبي الباب ده مكفول، انا فاتح لك باب احسن من كده. لكن احنا عمالين نخبط ونرزع برجلينا وبيدنا، افتح الباب حبيبي الباب ده مكفول مش من صالحك. يعني مثلا واحد عيان وبعدين عمال يخبط على باب الشفاء، يا رب افتح، يقول له يا ابني الباب ده مكفول، انا شايف لك باب احسن من كده. يقول لك يا رب طيب انا عايز ابقى كويس، انا عايز يعني اتعافى. انما ربنا يقول لك لو فتحت لك الباب ديا اكيد انك انت هتجري تاني في الدنيا وتنساني، وأنا قافل لك الباب ده، لكن أنا فتح لك باب أحسن هو باب السماء. إيه رأيك لو دخلت من باب السماء بدل ما أنا يعني تصر على باب الشفاء؟ واحدة تانية منتظرة عريس وعايزة تتجوز وشعر إنه الأيام يعني فاتتها، وعمالة تخبط على باب الجواز، يا رب افتح، وهو عمال يقول لها يا بنتي في باب تاني احسن، انت فاكرة باب الجواز هو الحل؟ الجواز في ايه غير المشاكل؟ مش هو الحل، بس انا شايف لك باب احسن. وهي تقول له يا رب كل العرسان اللي بيجوا اي كلام في اي موضوع، افتح لي الباب، واللي الكويس اللي فيهم يعني بيروح ويطفش ما بيجيش تاني. طيب افتح لي يا رب الباب الأحسن، ولكن هو يقول لها ايه؟ في باب تاني، الباب ده بالذات أنا قافله لك، لكن أنا فاتح لك باب أحسن من كده. في واحد مدير تعب ومطفش ومطلع عينه، وعمال يقول يا ربي يعني خلصني منه، أنا خلاص تعبت منه، طب أعمل ايه؟ ربنا يقول لك الباب ده مكفول، انا سايبهولك، انا سايبهولك عشان يظبطك، هو ده اللي هيزقك على السماء، بس انا اشيله من حياتك، ده باب مكفول، لانه انا فاتح لك باب تتعلم الصبر وطول البال والمحبه وبيهم تدخل السماء. ها انا قد جعلت امامك بابا مفتوحا. واحد يقول يا رب شيل الاضطهاد من الكنيسة، عيالك عمالين يموتوا والكنائس بتتحرك والأولاد بيموتوا. يقول لا، أنا سايب الباب ده مفتوح. ليه؟ لأنه لو شلت الباب ده أو قفلت الباب ده الناس مش هتدخل السماء، أنا فاتح الباب ده مخصوص عشان الناس تدخل الملكوت وتدخل السماء وتتمتع بإكليل الشهادة. وهكذا أحبائي، إحنا دايما بنتربس
ومخنا بيركز على باب معين ومصرين انه ندخل من الباب ده، وربنا يقول لك يا ابن الباب ده مكفول، انا يعني سايب لك باب مفتوح احسن من كده. يعني مثلا اذا انت لقيت انسان عمال يخبط على باب والباب ده مكفول، وبعدين عمال يخبط يخبط وجنبه في باب مفتوح على بعد 5 أمتار وهو عمال يخبط في الباب المكفول، تقول عليه ايه ده؟ لانك انت انسان مؤدب تقول يجوز انه مش شايف الباب المفتوح. لكن لو قاعد يخبط على الباب المكفول سنه وسنتين وثلاثه تقول عليه ايه؟ يا اما تقول عليه غبي، يا اما تقول عليه مش بيفهم او عنيد او جاهل. يا ابني هو قدامك باب مفتوح، ليه عمال تخبط في الباب المكفول ده؟ ما فيش حد بيفتح. لكن الانسان بيركب راسه وبيعند، عايز ادخل من الباب ده، يعني عايز ادخل من الباب ده. تعالوا مثلا نمشي مع الفكره دي. اول باب مفتوح ربنا عايز يفتحه لنا هو باب التوبه والتغيير. توبة يعني ايه يا جماعة؟ لو جينا عرفنا معنى توبة، توبة معناها تغيير. في واحدة مرة جات قالت جوزي متعب جدا وانا عمال اخبط في باب، يا رب غيره لي، غير جوزي، غير طبعه، غير اخلاقه، خليه يا رب يبقى انسان كويس. وقعدت تصلي 20 سنة عشان يتغير، ربنا قال لها الباب ده مكفول. قالت فين وفين لما اكتشفت انه ربنا عايزني انا اللي اتغير مش هو اللي اتغير، انا اللي ابقى كويسة، انا اللي يكون عندي شوية صبر وشوية بال طول بال. ولما اكتشفت انه انا اللي لازم اتغير، وربنا فتح لي باب اسمه باب التغيير وباب التوبة، ابتديت اتغير انا، وابتدت الدنيا تتظبط معايا، وبقيت فرحانة جدا. لكن قعدت 20 سنة أخبط في باب يا رب غير طبع جوزي، وربنا بيقول لي لا هو مش هتغير، سيبهولك أنت كده عشان أنت اللي تتغيري وأنت اللي تبقي إنسانة كويسة. وتوبة يعني إيه يا جماعة؟ توبة معناها تغيير. ما وياش التوبة معناها سوري يا رب أو أنا آسف يا رب، لا لا دي مش التوبة. التوبة معناتها أنا أتغير، أتغير من كويس من أوحش لأحسن، أتغير من أنا ماشي طريق شمال أمشي لطريق يمين، هي دي التوبة، التغيير. مثلا في إنسان متعب في حياتك ومطفشك ومطلع عينك، قل له رب تصرف الإنسان ده، ربنا يقول لك لا مش هتصرف فيه، أنا عايزك تتصرف أنت في نفسك، أنا عايزك أنت اللي تبقى كويس، أنا عايزك إنك أنت اللي تتغير. الباب المكفول إنك أنت لازم تحب الشخص ده. ليه؟ لأنه الباب المفتوح اللي عايزه ربنا منينا إنه أنا لازم أحتمل غلاسته، ولازم أحتمل إنه هو إنسان متعب. هو ده المفتوح، باب المفتوح اللي ربنا عايزني أدخل منه. لكن الباب المكفول يا رب ده انسان غلس متعب، ده انسان يعني مش قادر احتمله، يا رب اتصرف فيه، ده باب مكفول. انما الباب المفتوح اللي عايزه ربنا، يا رب سامحني، يا رب مش قادر، ما منفستش وسيط المحبه، يا رب خليني احبه، يا رب انا بقيت زي اهل العالم وقفت الند بالند معاه. يقول لك ربنا الباب المفتوح تسامح أخوك، هو ده الباب المفتوح اللي أنا شايفه. لكن أنت مصر تدخل من باب مكفول إنك أنت تعاند أخوك وإنت مش عايز تعمل حاجة، لكن أنا فتح لك باب عشان تدخل بالسماء. إذن تعال نشوف قايين مع هابيل. طبعا قايين إنه ربنا يعني قدم ذبيحة وهابيل قدم ذبيحة، وانتم عارفين ربنا قبل ذبيحة هابيل ولم يقبل ذبيحة قايين. فقام قايين طبعا زعل واتقمص ويعني قال لربنا
ليه يا ربنا ما قبلتش ذبيحتي؟ وبعدين عايز الباب المكفول انه لازم يا رب زي ما قبلت ذبيحة اخويا زي ما قبلت ذبيحتي ما تقبلش ذبيحة اخويا. فربنا قال له لا، الباب ده مكفول، ليه عايزني انا ما اقبلش ذبيحة اخوك وهو قدم ذبيحة حلوة؟ الذبيحة الباب المفتوح، يا قايين قدم ذبيحة احسن من اللي انت قدمتها وانا حرفعك زيك وزيك اخوك. فقال له ان احسنت الا رفع، يعني لو احسنت الذبيحة حرفعك واقبلك زيك وزي اخوك. انما قايين اصر انه يدخل من الباب المكفول، لا، واصبح عنده الغضب والكبرياء وانا لازم اتخلص من اخويا، وازاي وازاي ربنا يعمل كده. انما قايين لو مشى في الباب المفتوح اللي فتحه له ربنا وراح لهابيل وقال له يا اخويا علمني ازاي اقدم ذبيحه حلوه زي ما انت قدمتها وربنا قبلها منك، ده باب مفتوح. انما هو تربس ازاي وازاي ربنا ما يقبلش ذبيحتي. لو كان مشى وقال له علمني ازاي اقدم ذبيحه حلوه كانت القصه اتغيرت خالص. ليه؟ لانه كان ربنا قبل ذبيحه قايين وقبل ذبيحه هابيل، وكان ربنا جاء من نسل قايين او هابيل، ولكن ربنا لا جاء من قايين ولا جاء من هابيل، لانه هابيل مات وقايين جاب اولاد الشيطان، وربنا جاء من نسل واحد ثاني اسمه شيس من اولاد نوح. لكن ربنا حذر قايين وقال له يا قايين الباب اللي انت داخل منه ده عند الباب خطية رابطة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها، على باب قلبك في خطية الغضب والكبرياء، اقفل الباب ده يا قايين اقفله، أنا فاتح لك باب أحسن، روح وقدم ذبيحة أحسن. أصر إنه يكون عنده الانتقام والغيرة والحسد ودخل وعند وقال له يا رب، قال له يا قايين، ربنا قال لقايين يا قايين لو دخلت من الباب دي اعرف وكملت فيه انت حتموت. واصر يدخل من الباب وكان هلاكه، مع ان كان في باب تاني افضل واحسن. تعال نشوف الابن الضال. الابن الضال اخذ فلوس ابوه وبعدين راح في يصرفها في عيش مسرف. تعال نتخيل كده شويه تخيلات انا وانتم مع بعض في الابن الضال. الابن الضال اخذ فلوس ابوه وراح علشان يعمل صفقه تجاريه وخسر الصفقه التجاريه، صرف نص فلوسه فيها، وبعدين ربنا قال له يا حبيبي الطريق ده مكفول، الباب ده بتاع انك انت تعمل صفقة تجارية ده وتضيع فلوس ابوك ده مكفول، واكبر دليل انه خسرت الصفقة التجارية. طب ايه الباب المفتوح؟ لف وارجع، لف وارجع الى حضن ابوك، ابوك مستقبلك. لا 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 لا، انا هعمل صفقة تجارية تانية بباقي الفلوس اللي معايا. وراح عمل صفقة تجارية تانية وبرضه خسرها، وما زال ربنا عايز يقول له ايه؟ الباب مكفول، ما تصرش تدخل من الباب ده. بعد ما ضيع كل الفلوس اللي عنده راح للاصدقاء وقال لهم ممكن تسلفوني؟ يا حبيبي ليه راكب راسك؟ ليه مصر تدخل من الباب الغلط؟ فسلفوه وعمل تجاره تاني وضيع الفلوس. وبعدين راح لهم تاني ممكن تسلفوني؟ قالوا له لا ما عندناش سوري. وبعدين عمل ايه؟ مفروض يقول يا رب انا عرفت ان الباب ده مكفول، انا حمشي بالباب المفتوح اروح لابويا وحضن ابويا والقى سلام والقى اطمئنان. لكن مشى اشتغل عند واحد ببيع خنازير. وبعدين انت عارفين يعني اوحش حيوان في الدنيا الخنزير ده، لانه يعني بتمرمط في الطين وسخان جدا لدرجة انه الولد جاع، وكل ما يجي يمد يده من الخرنوب اللي بياكله الخنزير كان صاحب الخنازير يضربه على يده
ويقول له اوعى تمد يدك على الاكل ده. فين وفين لما قارن نفسه بالخنزير ان الخنزير احسن منه، لان الخنزير بياكل وهو مش بياكل. فقال ايه العبط اللي انا بعمل فيه ده، ايه الهبل اللي انا بعمل فيه ده، ده باب مكفول. طلع من حظيرة الخنازير ومشى لف على بيت ابوه وخبط على الباب المفتوح، لقى حضن ابوه مفتوح ولقى الباب مفتوح. واول ما مشى لابوه اخذه بالاحضان، وهاتك يا بوس، وحله اولى وختم في 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 يده وحذاء في رجله وعجل مسمن وحاجه. يعني ايه، انا تخيل لي الابن الضال ده قاعد، انا بيقول ليه انا قعدت سنتين ثلاثه بخبط على باب مكفول والباب قدامي مفتوح في سلام وفي اطمئنان وفي راحه، ليه عملت كده؟ احبائي، بنخبط على ابواب مكفوله ومش لصالحنا، وقدامك ابواب مفتوحه وانت مش عايز تدخل منها. في واحد قال انه انا واخويا قعدنا نتخاصم على ورث 15 سنه مش بنكلم بعض وبنعادي بعض ومش بنسلم على بعض. وقال كل ما ضميري ينجح عليا واقول اروح خلاص اصالح اخويا، الاقي في صوت يقول لا ده حرامي، ده اكل حق اولادك، ده مش عارف ايه. وكنت اتراجع مره ثانيه وما اروحش اصالحه، وكان مصر يدخل من الباب المكفول دي. انما ربنا عايز يقول له ده باب في باب مفتوح، روح لاخوك وخذه بالحضن وقول له سامحني يا اخويا. انما مره قال انا صليت صلوه كده بذمه، وبعد كده بعد ما خلصت الصلاه قلت خلاص يا رب هروح اصالح اخويا وخلاص، هيعمل لي يعني، هيهزئني يهزئني انا قبلان. فراح له المكتب، واول ما دخل المكتب اخوه قام على حيله واخذه بالاحضان وقعدوا يبكوا هما الاثنين، وقال له سامحني يا اخويا انا غلطت في حقك. الراجل اللي في المكتب ده قال لاخوه سامحني يا اخويا انا غلطت في حقك. قال الكلمه اللي انا كنت مستنيها 14 سنه ان يقولها لي اخويا، وانا مصر انه انا ادخل من باب مكفول خالص. كل ده بسبب ايه؟ بسبب الباب اللي انا داخل منه، باب الخصام، باب الزعل، باب النكد، باب حقي ومش حقي. ليه؟ ما في باب مفتوح تاني صالح بيه اخوك وتدخل بيه على السماء. احبائي، قد جعلت امامك بابا مفتوحا، ولكن احنا مصرين ندخل من الباب المكفول. في باب مفتوح عمره ما يتقفل ابدا، اسمه من يقبل الي لا اخرجه خارجا. ده باب مفتوح، اللي يجيني ويقول لي سامحني يا رب ويتوب ويتغير، ده باب مفتوح عمره ما يتقفل ابدا. بتقفل بكلمه واحده بس، الموت وخلص العمر بس. الباب ده اللي يقبل الي لا اخرجه خارجا، ده باب مفتوح، لكن مين يدخل منه؟ الحق ادخل من الباب دي قبل ما يخلص العمر وقبل ما حياتك تنتهي. اذا لما تلاقي الدنيا مقفله في وشك معناها توب ويرجع وتغير. لما تلاقي كل الناس سابتك ومشت منك معناتها توب وارجع، ربنا عايزك. لما تلاقي الرزق قل عليك او قل منك معناها انت داخل في باب غلط، توب وارجع. لما تلاقي ما فيش سلام ولا امان ولا اطمئنان في حياتك معناتها انت داخل من باب غلط، في باب تاني مفتوح اسمه باب حضن ابوك، هو ده الباب المفروض تدخل منه. في باب تاني مفتوح اسمه باب الرجاء. من كثرة ما الأبواب يا جماعة بتتقفل في وشنا بنفقد رجائنا. واحد يقول كل ما مد يدي في حاجة تبوظ، وبعدين لما خلاص أنا فقدت رجائي. لا، حاسب حاسب، في باب مفتوح عمره ما بتقفلش اسمه باب الرجاء. ممكن باب الصحة يتقفل، باب العيال يتقفل، باب الفلوس يتقفل، ولكن باب الرجاء ده عمره ما يتقفل أبدا.
داود النبي كان عنده الباب ده اسمه باب الرجاء، عمره ما كان يتقفل ابدا. داود النبي كان عنده مزامير حلوة جدا اسمها طوبى لجميع المتوكلين عليه. هديكم هوم وورك واجب تعملوه في البيت، اجروا 50 مزمور الاولانيين من 1 لـ50 وطلعوا لنا كلمة متوكلين على الله او المتوكل على الله، تلقى عشرات الايات في 50 مزمور دول. هوم وورك واجب، اللي يجيبه الاسبوع الجاي هنديله جائزة 50 مزمور الاولانيين. فداود النبي كان دايما يقول طوبى لجميع المتوكلين عليه، الرجاء بالرب خير من رجاء بالرؤساء. مره داود كان غلط غلطه كبيره جدا، وبعدين مشى يحارب ناس وساب ستاته وعياله في البلد، ورجع من الحرب لقى جماعه اسمهم العماليق اخذوا كل ستاته واخذوا كل عياله. رجع منهار جدا وزعلان جدا وقال فين يا رب عيالي وستاتي، انا رايح احارب واجيبهم. كل الناس قالوا له انت مغفل، دول عماليق، دول بياكلوا العيال، دول بياكلوا الناس، ده بينك وبينك عداوه كبيره، ده زمان قطعوهم وماتوا. لكن هو عمره ما يفقد رجاءه ابدا. في باب مفتوح عند داود النبي اسمه باب الرجاء، فمشى الرب وقال له تسمح لي يا رب انه اروح انقذ ستاتي وعياله؟ قال له امشي حبيبي. واول ما مشى بباب الرجاء المفتوح انقذهم ولا حد فيهم مات ابدا. اذا في باب رجاء اسمه اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا ها يفتح لكم. ده باب اسمه باب الرجاء. اطلب يا حبيبي، اطلب زي ما انت عايز، اوعى تفقد املك، بس اطلب حاجات روحيه، اطلب ملكوت الله، اطلب سلام، اطلب حكمه، اطلب قلب نقي. كل ما تطلب تدخل من الباب ده لا تفقد رجائك ابدا. في باب تاني اسمه باب الصلح او المصالحه. يقول الكتاب ايه؟ كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك للقاضي والقاضي يسلمك للشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. أحبائي ربنا فتح لنا باب اسمه باب الصلح. يعني إيه؟ يعني إلحق صالح أخوك طول ما أنت عايش وهو عايش، لكن أول ما أنت تموت أو هو يموت الباب ده اتقفل خلاص. اسمه باب الصلح. يعني ايه الباب اتقفل؟ يعني ربنا قال لك انا فاتح لك لسه باب اسمه باب الصلح. لسه يبقى اخوك زعلان منك، ما تمشي وتصالحه. المصالحه يا احبائي معناها انت ربنا فاتح لك هذا الباب، باب المصالحه، لانك لو جيت على باب السماء وانت مخاصم اخوك الباب ده اتقفل. باب الصلح ده مفتوح طول ما انت عايش، هيتقفل لما تموت او العمر يخلص، هيتقفل الباب ده خالص. ولكن هذا الباب يظل مفتوحا الى اخر العمر ولا اخر يوم في حياتك. لو مت اتقفل الباب ده. حاسب لو انت مت او هو مات، حاسب هتقفوا انتوا الاثنين قدام ربنا وتقدم حساب. افرض انك انت طلعت الغلطان وهو اللي عنده حق واشتكاك لربنا والباب اتقفل بتاع الصلح ده، هتعمل ايه ساعتها؟ يقوم يسلمك خصمك ده، يسلمك للقاضي. مين القاضي؟ ربنا، قاضي العادل. يقوم القاضي يسلمك للشرطي، ربنا يسلمك للملائكة، والملائكة يحطوك في السجن، يحطوك في النار، والملائكة يقولوا لك مش هتطلع من هنا إلا تسدد لأخوك حقوقه كلها. وبعدين تقول خلاص أنا أسدد من دلوقتي، وبعدين يقولوا لك إيه؟ تو ليت. موضوع إيه؟ خلاص طلع من يدك، لأنك أنت كان قدامك باب مفتوح وأنت حي اسمه باب الصلح، أنت قفلت الباب ده لحد ما جيت. إذا قدامك باب مصالحة اسمه سوري،
سامحني يا أخويا غلطت في حقك، افتح الباب ده ادخل منه، ربنا عايزك تدخل منه، ولكن تطلب المصالحة بعد الموت ما في صلح أبدا. عشان كده ربنا هيسألك ليه ما صلحتش أخوك قبل ما تيجي، تقول له كان غلس، هو الغلطان، هو المعادي، هو الوحش، هو أنا حاولت معاه، يقول لك طيب ليه ما حيلتوش، ليه ما سمحتوش، ليه قعدت تعاند معاه، ليه ما استحملتوش دي، ما أنا استحملتك أكتر من كده بكتير، ليه ما استحملتش أخوك. ودانا ربنا مثلا مديونين، اللي واحد كان عليه 500 دينار والتاني عليه إيه 50 دينار، واحد راح قال له طيب يعني عليه 500 دينار، ده قال له ممكن تسيبها لي، سبها له. ونفس الرجل ده كان عليه 50 دينار قال لزميله سيبها لي، مرضوش يسيبها له ودخله السجن. وبعدين ده قال له ايه خلاص كده انت ايه انت، انا رجحت في كلامي وانا مش مسامحك ابدا. اذن يا احبائي، ليه الواحد يكون عنده فرصة انه يصالح اخوه ويرفع السماعة بس يقول له سامحني يا أخويا ولكن أنت مش راضي أبدا؟ بسبب شوية كرامة أو بسبب فلوس وبعدين تضيع منك السماء. أنت ليه يعني تزعل من أخوك عشان خاطر فلوس أو عشان خاطر شوية كرامة؟ ليه يا جماعة إحنا نخسر السماء وما نرضاش ندخل من باب المصالحة؟ في واحد يقفل باب المصالحة ده خالص لحد ما يموت، ويقول أنا لحد ما موت أنا مش هصالحه أبدا خالص. ليه كده طيب؟ ليه الناس رافضة إن هي تتصالح مع الناس؟ عشان إيه؟ ويقول لك لو مت ما يمشيش في جنازتي، ده أنت جوه قبرك جوه صندوقك ومخاصم وماشي تقابل ربنا إزاي يعني؟ ما يجينيش في يوم جنازتي. وهل ده إنسان هيدخل السما ده؟ ده هيدخل الملكوت، ده يدخل الملكوت ازاي؟ في باب تاني اسمه باب العتاب، يعني زعلان من اخوك روح عاتبه، ان اخطا اخوك روح عاتبه بينك وبينه، قل له يا اخويا انا عندي عتاب عليك، طول ما انت عايش وهو عايش روح عاتب اخوك، ليه لا؟ في المرة الأولى قال لك روح صالحه، وفي المرة الثانية قال لك روح عاتبه. إذا قدامك بابين، الاثنين تستعملهم، يا اما ترضيه وتصالحه يا اما تعاتبه. لكن في واحد قافل البابين الاثنين، لا عايز يسامح ولا عايز يعاتب، يقول لك لا حصالح ولا كمان ايه ولا كمان حعاتب. عشان كده واحد تلقاه ايه متربس خالص. في ناس يا جماعه ما ينفعش معاه الصلح، لانه يعني ما ينفعش معاه العتاب، لانه العتاب بيجي بطريقه عكسيه، خلاص إذا مش عتاب خلاص روح يعني صالح وخلاص. ولكن في واحد لا بعاتب ولا بصالح. العتاب يا جماعة مش معناها إنه أنا أمشي للواحد وأقول له أنت غلطان، لا، العتاب لازم يكون في حب. العتاب تمشي لأخوك وتقول له إيه، تقول له بالمناسبة حقك علي، معلش أنا غلطان بس أنا برضو صعبان علي، بس لا يكون بيني وبينك مخاصمة، ما نخصمش بعض ولا نزعل من بعض، هو ده اسمه العتاب. وبعدين يقول لك إن سمع منك فقد ربحت إيه أخوك، كويس بركة، إذا سمع منك أخوك إيه ربحت أخوك، وإنتوا الاثنين تكونوا دخلتوا السماء، حاجة حلوة. طيب كويس، اربح أخوك. ليه مش عايز تربح أخوك؟ هتربح شوية فلوس وتخسر أخوك، تربح شوية كرامة وتخسر أخوك، تستفيد إيه في السماء؟ ادخل من باب المصالحة. وإذا ما سمعش منك قال لك خد معاك واحد أو اثنين عشان يصالحوكم، والواحد الاثنين دول مش أنت أخذهم عشان يقفوا في صفك أو عشان يطلعوه هو الغلطان، لا، لازم يكون اثنين حكمة وكل غرضهم يخلوكم تحبوا بعض وتصالحوا بعض. لكن إذا مش سمع منهم الاثنين وبعدين تروح لمين؟ آخر حاجة للكنيسة، تروح لأبونا قول لأبونا بص أنا رحت له مرضيش يصالحني،
ومشيت كمان أخذت معايا واحد اتنين برضو مرضيش يصالحني، تعال انت معايا. يقوم أبونا يقول لك يلا، وإذا ما سمحش من أبونا يكون عندك إيه؟ كالوثني والعشار. وثني والعشار يعني تصلي له، مش تقول له أنت وثني وعشار، لا تصلي له. ربنا قال حبوا أعداءكم، لكن لو ما قبلتش من الكنيسة في الآخر أنت تكون عملت اللي عليك، دخلت من باب المصالحة ولكن هو اللي رفض. في باب تاني ربنا فتح له اسمه باب الخدمة. الكتاب يقول اعبروا اعبروا من الأبواب، يعني ادخلوا من الأبواب. يا جماعة في أبواب خدمة كثيرة جدا ربنا جايبها لك عشان تدخل منها وتخدم. ربنا كان فاتح للرجل الغني باب مفتوح انه يخدم لعازر المسكين 60-70 سنة. الباب ده مفتوح قدامه وهو قافل الباب ده، مش حساعده ابدا. باب الخدمه ده كان قدام الغني ده لحديت ما لعازر مات، ولكن هو مرضيش يخدمه ابدا على الاطلاق، مرضيش يساعده ابدا. وبعدين يا جماعه ربنا لما طلع للسماء ربنا وصفه قال له انت غني ايه؟ غبي. ليه وصفه بالغباء؟ لانه قال له انت قدامك كان باب مفتوح عشان تدخل به السماء وتدخل على حسه، على حس الراجل الفقير ده السماء، انت قفلت الباب ده ومش عايز تدخل منه ابدا. بعد مرات يا جماعه يعني ربنا بيفتح لنا ابواب خدمه لناس نخدمهم في بيتنا نفسه جوه البيت. ربنا بيقول لك اخدم الناس اللي في بيتك، مراتك، زوجك، اولادك، ولكن احنا مش بنرضى نخدمهم. طب ازاي انت عايز تخدم غريب ومش بتخدم القريب؟ ازاي عايز تخدم ناس بره البيت وانت مش بتخدم بيتك؟ ازاي عايز تخدم ناس انت ما بتعرفهمش وانت مش عايز تخدم ناس بتعرفهم؟ ازاي؟ فربنا بجيب لك ناس جوه بيتك عشان تخدمهم ولكن انت بترفض. ربنا فتح لنا يا جماعه باب اسمه باب الخدمه، بيقول لك اخدم علشان احط لك رصيد في السماء. انت ليه رافض رصيد في السماء؟ كل كوبايه ميه بتقدمها لاي انسان محسوبه لك في السماء، ليه رافضها؟ ليه مش بتخدمهم؟ ليه مش بتخدم الناس؟ عشان كده الكتاب يقول ايه؟ اعبروا اعبروا من الابواب. يعني ايه؟ يعني يقول لك في ناس جعانه اخدمها، كنت جعان فايه؟ اطعمتموني. مين النهارده سائل على الجعان؟ ياما في ناس النهارده مش لاقيه تاكل، انت بتاكل لقمه بترمي 10، في ناس بتاكل طقه في اليوم، في ناس جعانه يا جماعه، في ناس لحمه على العظم، في ناس يعني النهارده انت صايم بارادتك وبتصوم ال 12 ولا 1 ولا 3 بتشعر فعلا يعني ايه جوع، وبارادتك جوعان عشان بارادتك انت صايم. طب ايه رايك في ناس جعانه مش بارادتها؟ جعانه مش بارادتها، انت فين من الناس دول؟ 80% يا جماعه من العالم جعانين، 80%، 40% تحت القحط، 20% هم بس اللي مبسوطين بياكلوا، واحنا من ال 20% دول اللي بناكل لقمه بنرمي 10. فربنا بيقول لك في ناس جعانه، فتح لك باب عشان تخدم الناس الجعانه دول وتدخل على حسهم السماء، لكن انت مش سائل فيهم. في ناس عطشانه، كنت عطشان في ايه؟ سقيتموني. لعازر ده يعني كان مستني من الغني كوبايه ميه بس من المسكين، ما لقاهاش منه، لكن الغني احتاج لبج ميه في النار ما لقاهاش ابدا، حتى طلب من ربنا قال له عايز بق ميه لان لساني ملتهب بالنار، خلي المسكين ده يجيب صباعه ويحطه في لساني لاني يعني يبله، بس يبله بله كده بس، مش ميه بله بس، عشان لساني ملتهب بالنار. طب ما كان قدامك باب مفتوح لواحد عطشان، ليه ما خدمتوش؟ اعبروا اعبروا من الابواب.
كنت عريانا كسيتموني، باب مفتوح للناس اللي ماشية مقطع. في ناس يا جماعة مش لاقية هدوم عشان تتدفأ، فين انت من الناس دول؟ ليه مش بتساعدهم؟ دولابك مليان لما طفح ومش عايزة تدي المسكين أبدا. يعقوب الرسول بيقول ثيابكم قد تهرأت وأكلتها العتة، لدرجة الصراصير بتاكل في ثيابنا وإحنا مش عايزين نديها للغلبان. بعدين نقول خسارة. خسارة إيه يا أخي؟ ده باب مفتوح، كنت غريبا فأيتموني. ده باب اسمه باب الغرباء. ياما في ناس غرباء بتيجي البلد دي وإحنا ولا بنسأل عليها ولا بنسأل عليها. في ناس عايزة نساعدها بس إن شاء الله نقرأ لها جواب بالإنجليزي، إن شاء الله نمشي معها الكونسل، إن شاء الله نقف معاها لحد ما مثلا نقفوا على حيلهم. بنرفضهم، بنقول لهم مع السلامة. فين إضافة الغرباء؟ هل عندك استعداد إنك أنت تساعد، تكون عندك إضافة غريب أو إنسان تساعده وتقف معاه ولا لا؟ كنت محبوسا فزرتموني. في ناس في السجون حتى رفعت سماعة سألت عليهم. النهاردة لو واحد من أهلك مسجون تتبرأ منه وتقول لا لا ده مش من عيلتنا، ده احنا متبرئين منه. طيب وبعدين؟ دي أبواب يا جماعة كلها مفتوحة علشان ندخل بيها السماء. وبعدين يجوا الأشرار يقولوا ربنا في يوم الدينونة متى رأيناك جعان ولا عطشان ولا غريب ولا مريض ولا العتب على النظر، عتب على النظر. كل يوم انت بتشوف مريض وغريب وجعان وعطشان، عارفهم كويس بالاسم ببلدك، وبيضربوا لك تلفونات وبيقول لك ساعدنا عايزين ناكل عايزين نشرب، لكن انت مش بترفع السماعة. يقول دي سماعة، تقرأ الاسم كده، ده عايز فلوس، احتياطي كده ما نردش، ومش بترد، وبتضيع منك فرص تدخلك السماء. أبواب كلها للخدمة يا جماعة. البرواز الخارجي للصوم هو الصوم الانقطاعي والأكل بتاع السمك والأكل الطعمية وأكل الفول، ده البرواز الخارجي للصوم. البرواز الداخل للصوم أن تكسر للجائع خبزك، اكسر اللقمة مع الجعان، أن تشبع الجعان وأن تكسو الإنسان العريان، وأن تدخل التائه إلى بيتك، وأن لا تتغاضى عن لحمك. هو ده الصوم. عشان كده الكنيسة عمالة تقول لنا في التوزيع طوبى للرحماء على المساكين 55 يوم، عشان تذكرك إنه باب مفتوح اسمه باب الخدمة. ولكن يا جماعة يعني ربنا تقول له متى رأيناك يا رب؟ يقول لك كان قدامك أبواب كثيرة مفتوحة ولكن أنت مش عايز تدخل منها. حبائي احنا لا عايزين ندخل من باب الفقير ولا المريض ولا الجعان ولا العطشان ولا الغريب، احنا بس عايزين ندخل من الباب بتاع الفلوس، باب الفسح، باب الاكل، باب الشرب، باب التمتع، باب نفسنا، باب ذاتنا. هو ده الابواب اللي احنا عايزين ندخل منها يا احبائي. عشان كده الغني الغبي يا احبائي بعد ما مات ودخل السماء او قابل ربنا، يعني قال لي ربنا طب ممكن ادخل من الباب؟ قال له توليت، قال له ما فيش سكه، خلاص الموضوع خلص، الباب اتقفل. قال له طيب خليني ارجع لاهلي اقول لهم الحقوا ساعدوا الفقير والمسكين والباب ده قدامكم مفتوح، قبل ما يتقفل الباب زي ما اتقفل في وشي. قالوا له ربنا قال له ايه؟ عندهم الانبياء، وياما سمعوا وعظات عن الفقراء، وياما قروا كتب، ولكن فيش حد بيسمع. عشان كده يقول الكتاب ايه؟ هيئوا الطريق للشعب، نقوهم من الحجاره. يعني ايه هيئوا الطريق للشعب؟ نقوهم من الحجاره. يعني تلقى ابونا مثلا خدم واحد او خادم خدم واحد، وبعدين جابوا الكنيسه، واول ما شفته انت في الكنبه قعدت تبص له كده من يمين من فوق لتحت، ايه ده؟ ايه اللي جابه ده؟ ده مش عارف بيعمل ايه، وده زاني، وده بتاع قمار، وده بتاع مخدرات، وده حرامي، ودي ايه اللي جابها هنا دي؟ دي مش شايفه نفسها كانت ايه؟ دي تمشي تلم نفسها. واول ما نشوف يعني نبص للناس دول من فوق لتحت احنا
بنعترهم بالحجارة، نقوهم من الحجارة، ارفعوا الحجارة دي يا جماعة، بنكعبل الناس، بيطلعوا مش بيجوا تاني، بيطلعوا من الكنيسة مش بيجوا تاني. يقول لك الناس قاعدة تبص لنا من فوق لتحت، دول ناس ربنا الخدام خدموهم، الكهنة خدموهم، انتوا ليه بتطفشوهم؟ ليه بتبصوا لهم من فوق لتحت؟ مالك وماله يا اخي؟ ده المسيح دفع دمه فيه، انت بتطرده بنظراتك ليه؟ هيئوا الطريق للشعب، نقوهم من الحجارة. ليه ربنا يا احبائي بيكفل الابواب؟ ربنا اولا بيكفل الابواب علشان ربنا عايزك تفتح عينك لابواب مفتوحة قدامك، لكن انت مش عايز تدخل منها، بس انت ادخل من الباب ده. لو تدخل من الابواب اللي فتحها لك ربنا، هتلقى ان هي جايبه لك نتيجة احسن من الابواب المكفولة اللي كان نفسك ربنا يدخلك منها، ولكن ربنا قفلها لك، لانه الابواب المكفولة دي هي يعني ربنا قال لك دي مش هتجيب لك نتائج، في باب مفتوح هيجيب لك نتائج احسن من الابواب اللي انت نفسك تدخل منها. في واحد مثلا نفسه في هجرة وعايز يهاجر، وبعدين يخبط ويرزع على ابواب الهجرة ويصرف فلوس ماليها اول ولا اخر، وربنا عايز يقول له يا حبيبي باب الهجرة ده مكفول، انا قافله لك، لانك لو مشيت بره هتتعب انت وعيالك، خليك معايا هنا، انا فاتح لك باب هنا احسن. لكن انت تقول له لا انا عايز اطلع، يعني عايز اطلع. وياما في ناس خبطوا على باب الهجرة ده ودخلوا بالعافية وزقوا بالعافية، ولما هاجروا قالوا يا ريتنا ما هاجرنا، ضيعنا عيالنا وضيعنا مستقبل عيالنا، ويا ريت كنا في بلادنا. يا ابني ده باب مكفول، خليك في الباب المفتوح اللي فتحه لك ربنا. ربنا بعد مرات بيكفل الابواب علشان انت بتفتح ابواب بالوسائط، تمشي للوسطى، قل له انا عايز الحاجه الفلانيه، يقوم ربنا يقول لك انت بتمشي الوسائط، انت بتوسط ناس، انا قاعد، تمشي توسط ناس، انا ابوك، تمشي تطلب من حد، طب انا قافل لك الباب ده، ايه رايك؟ عشان تعرف الاتكال على الرب خير من اتكال البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بايه؟ بالرؤساء، عشان تاني تبطل الوسطات، فانا قافل لك الباب ده. بعد مرات ربنا بيكفل الابواب علشان ما تروحش تشتكي لحد. احنا يا جماعه لما يحصل لنا حاجه نروح نشتكي للناس، ربنا يقول لك تشتكي ليه؟ قافل لك باب الشكوى ده خالص، اشتكي لي انا رحت فين؟ انا مت يعني؟ ما تيجي تصلي اطلبوا تجدوا، يقرعوا يفتح لكم، ده باب مفتوح، اشتكي لي انا. تشتكي للناس ليه؟ كل ما تشتكي للناس تلقى الباب اتقفل خالص، فربنا يقفل الابواب دي خالص. كمان يا احبائي ربنا بيقول لك انا بكفل لك الابواب عشان اختبر ايمانك، هل عندك ايمان ولا لا؟ يعني مثلا الثلاثه فيت القديسين، ثلاثه فيت القديسين شدرخ وميشخ وعبدناخو، ربنا عايز يختبر ايمانهم، لازم هيدخلوهم في النار. بعدين هم قالوا ايه؟ احنا مظلومين، اكيد ربنا حيرفع الظلم دي لان احنا مظلومين، ربنا هيتدخل، وربنا مش بيتدخل ابدا. يا رب افتح الباب، مش بتفتح الباب ابدا. وبعدين قالوا اكيد انه الملك الامبراطور عشان صاحبنا هينظر للموضوع ومش هيدخلنا النار، الامبراطور مش بيسأل فيهم. يا رب افتح الباب، الباب ده مكفول. وبعدين قال اكيد لما ندخل النار ربنا هيطفي النار، والباب ده برضه مكفول، دخلوا النار والنار مولعة. امتى اتفتح الباب؟ هم جوا النار، وهم جوا النار ربنا فتح الباب، حول النار الى حديقة زي كأنهم ماشيين في جنينة، وشافوا ابن الانسان جوا الجنين. فربنا عايز يقول لهم فين الايمان؟ فين الايمان انك انت ممكن توصل لأتون النار، بس الباب المفتوح اللي انا فتحه لك هو جوا النار، هل في ايمان زي ده ولا لا؟ عشان كده يا احبائي يعني الواحد يكون مشغول جدا، مثلا مدير، وبعدين بيجيب ويودي وعمال وموظفين، مش قادر يحك في راسه، ومشى المعاش، واول ما مشى المعاش خلاص قعد في البيت، وبعدين حس بفراغ
وبعدين يقول أنا مالي، أنا زهجان، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا مش عارف أقتل الوقت إزاي. يا ابني ما في باب مفتوح، في باب مفتوح اسمه باب الخدمة. روح اخدم الناس، روح اخدم ربنا، تعال الكنيسة اخدم. ليه انت بس مخك بس في الباب المكفول انه ليه ربنا وداني المعاش، ليه ربنا يعني قفل علي الدنيا، العيال اتجوز وما فيش حد بيسأل عليا. في باب تاني اسمه وقتك يخصصه لخدمة ربنا وخصصه لخدمة الناس. عشان كده يا أحبائي كل ما واحد يقول ايه امشي في شغلة تتقفل في وشي، ربنا قفلها لي خالص. في واحد مرة جاني كده قال لي انا امشي 5 شغلات ويمشوني، ما اقعدش شهر ويمشوني. وقاعد جنبي كده كلامه فظ وكلامه صعب وبتهكم وغلاط. بعدين قلت له معلش ما تزعلش مني، يعني 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 لهم حق يمشوك، انت قعدت معايا راجل نص ساعة انا عايز امشيك بجد، عايز امشيك لانه انت كلامك صعب وطريقتك يعني في الكلام صعبة. يعني يا عم غير نفسك، ده باب مفتوح، صلح نفسك. في باب اسمه باب التوبة، باب اسمه باب التغيير. بدل ما تقول يا رب انت قافلها في وشي في 5 شغلات، قول يا رب صلحني، يا رب غيرني، يا رب خليني انسان كويس، ما تخلينيش انسان غلط ولا اتعصب على الناس. ده باب مفتوح، عشان كده ربنا بيكفل لك الابواب. عشان كده يا جماعه واحد مثلا دخلت له شوكه والشوكه دي ياخد فيها انتبيوتيك، يا عم الشوكه مش بياخدوا لها انتبيوتيك، يلاقي الدنيا ايه رجله اتمددت وقال اخد انتبيوتيك. يا عمي شيل الشوكه، ده الحل، الحل مش في الانتبيوتيك، الحل انك تشيل الشوكه. اعرف الغلط فين، اعرف الغلط فين عشان ربنا يفتح الباب. لكن انت مصر انك انت عايز تشيل الشوكه وده مش الحل. يعقوب يا احبائي ابو الاباء كل الابواب اتقفلت في وشه. اديكم شويه شخصيات كده الابواب اتقفلت في وشها لكن بعد كده ربنا فتحها له. كل الابواب اتقفلت، رحيل المحبوبه اللي خدم عشانها 14 سنه جوزها وماتت، قفل الباب في وشه خالص، اسودت في عينه. يوسف المحبوب اللي انا بحبه اللي جاي من رحيل كمان قالوا له مات، بكى بكاء مرا، عمي من البكاء. الابواب اتقفلت لحد ما ربنا قال له يا حبيبي انا فتح لك باب احسن. يوسف هيبقى رئيس على ارض مصر، يوسف هتشوفه انسان عظيم، يوسف ابنك حي، انا فتح لك باب احسن. ما تبصش للابواب المقفوله، بص للابواب المفتوحه. يوسف نفسه الابواب كلها اتقفلت في وشه، باعوا للاسماعيليين وظلموه اخوانه ورموه في البير واشتغل عبد ودخل 20 سنة في السجن مظلوم. تعرفين 20 سنة في السجن مظلوم يعني ايه؟ يعني ده انت الواحد يعني حياه السجن دي حياه صعبه جدا، ما تقدرش تقعد في السجن ساعه ولا يوم. ده احنا لما بنروح نزور السجون نقول يا رب يا ساتر طلعنا من المكان ده. باب ورا باب، باب ورا باب، باب ورا باب، ويمشي قدامك واحد معاه كم مفاتيح قدر كده ويفتح الباب ده ويقفل ده، والباب ده ما يتفتحش الا اللي قدامك يتقفل. حاجه كده مره يعني، مره فعلا. والواحد يقول يا رب ايه الناس دي عايشه ازاي؟ ده يوسف ده عايش 20 سنة في السجن مظلوم يعني، وقاعد يقول لربنا ليه الابواب مكفوله يا رب. ولما قال لرئيس السقاة ولما فسر له الحلم بتاعه قال له لما تطلع افتكرني، قال له ربنا عشان اتكلت على زراع بشر الباب ده مكفول، وطلع ونساه. فين وفين لما ربنا قال له ها انا جاعل امامك بابا ايه مفتوحا، لحد ما ربنا قال له انا عايز اسميك باسمي، انا عايزك تكون شبهي. تعرفين يوسف سموه فسنات فعنيج، يعني مخلص العالم، يعني لولا يوسف كان العالم كله مات بالجوع. زي ما المسيح كان مخلص العالم، يوسف طلع مخلص العالم ايضا لانه خلص العالم كله، ولحد ما جاب اخوانه وربنا فتح له باب تاني. موسى يا احبائي قاعد الباب مكفول 40 سنة لما قتل المصري، وقاعد في البرية 40 سنة محبوس في البرية، وقال له ربي
الأبواب ليه مكفولة؟ طب ما ترجع مصر 40 سنة، ده حتى الحكم بتاعك يعني بيخلص أو بينفذ بعد 10 سنين، بعد 15 سنة خلاص القضية بتخلص، بتتشطب بعد 10 سنين، ليه قاعد 40 سنة؟ لكن قاعد 40 سنة محبوس في البرية لحد ما ربنا قال له هو ذا أمامك باب مفتوح، فتح له الباب وخلاه يكون إيه؟ كليم الله. إن إنسان موسى ده يعني ما فيش زيه في الدنيا دي، لحد ما هو ربنا كان معده عشان يطلع الشعب من مصر ويخلصهم. دانيال يا أحبائي الباب كان مكفول خالص والأمبراطور كان صاحبه، لكن لازم تدخل جوه الأسود، وهو كان يقول لا ده ربنا يعني مش هيدخلني الجب، ومش هيسمح ربنا يدخلني الجب عشان أنا صليت، لكن باب مكفول. لكن لما يدخل جوه جب الأسود يتفتح الباب، أنا جاعل أمامك باب مفتوح، وبتفتح الباب والله إيه أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. يوحنا الحبيب يا أحبائي الأبواب اتقفلت كلها في وشه لما نفوا إلى جزيرة بطمس، نفي مش بيشوف حد ابدا، ولكن رب قال له انا فاتح لك باب مفتوح يا يوحنا، هتشوف السماء مفتوحه وتكتب لنا سفر الرؤيا وتتمتع بالسماء، ومن جيل الى جيل يتمتع بسفر الرؤيا بسبب الباب اللي كان مكفول انه اتنفى في جزيره مطمس، لكن ربنا فتح له باب احسن. احبائي يا ما في ابواب كثيره بتكون مكفوله، اوعى الباب المكفول تخبط وترزع بيدك وبراسك وبرجلك، افتح يا رب الباب، ابدا ربنا سيب لك باب مفتوح يجيب نتيجه احسن وتفرح بيه اكتر من الباب اللي كان نفسك تدخل فيه وربنا كان قافله لك. لالهنا المجد والاكرام في كنيسته من الان من الابد امين.